عليك؟ الحمد لله تمام. انت ايش اسمك؟ ماريا. ماريا ما شاء الله عليها. عماني ما بعربي عماني. ماريا كم سنه صار لك انت في الخميس الاحدي؟ 22 تقريبا. ما شاء الله عليك. مع الخميس بلازا؟ ايوه. وايش قلت لي ايش بالي انا؟ بس انا عشان بابا يضربك عشان انت ما تسمع الكلام. وابوك؟ قال لي باخي زران. مسألة ثانية. وانت كيف حالك؟ ايش اسمك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ عبد الستار خان. أستار مع شركة الخميس أكثر من 25 سنة. ما شاء الله عليكم. 25 سنة أكثر. ما شاء الله. ما شاء الله. تخطيطات اليوم شوي حاليا ما في. حل... إن شاء الله بعد هذا. وحال مخيني. لا هذا الشيخ هذا يعني معاملة خاصة. حلو. أنا أحب المعاملات الخاصة. على فكرة فنانة في الأمثال ماريا اللي في الجدر. لا منلاش هبو ما عدا بسك انت بسك 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 دورك انت من بيت الشاه الى بيت جعده صراحة يسدك والله زيدك مو اقول انت بانا اعطيك غيره ولا خلاص خلاص ها انا اعرف سوي برياني بس بايت برياني اسوي لك تالك ها ايوه سكتي حرمتي عدالي بتسمعك سكتي الله يسرب بليسك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.